مع الفرقة الأب البيضاء المينينجي وكاكا كوكو كاكا 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 أي كاكا أي كاكا يسجل أول أهداف الريال بعدما انطلق السريع الفارو موراتا يهيئ لكاكا من موراتا إلى كاكا وكيف لا يأتي الهدف من أنذر فقد أعذر يا أيتها الفرقة هكذا الأنظار على جوزي مورينيو وقلت لكم بأن ريكاردو دو سونتوس كاكا سيرد بلهجة شديدة 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 على جوزي مورينيو هكذا انطلق موراتا وهيأ لكاكا عند نقطة الجزاء يسدد باليسارية القوية بل كان غونزالو إيغوايين الأرجنتيني هذه المرة إلى البرازيلي وكيف لا يسجل الإسباني أنه يملك المرعبين يملك الأقدام الأمريكية اللاتينية كاكا ثقيلة من جانب الفرقة المدريدية الفارو موراتا أين كان يختبئ يا مورينيو أين كان هذا اللاعب يا مورينيو هي الكرة الساحرة هي الكرة المبدعة من الأقدام الألمانية تتجه نحو الشاب الإسباني الفاريتو موراتا جول يتمكن وأصبحوا هكذا وهذه كرة هدف ثاني للريال هدف ثاني للفرقة الميرينجية ريال مدريد انطلاقة سريعة سبحان الله اللاعبان كاكا وكاليخون في أول الكرات هددا والدفاع تدخل والحارس تألق لكن هذه المرة كاكا لم يشفق ولا كاليخون لم يرحم هدف ثاني لريال مدريد انطلاقة سريعة لمسة من سامي خضيرة في منتهى الروعة أو من غونزالو إيغوين لمستان من الأرجنتيني الساحر واحدة إلى كاكا والهدية الثانية إلى خوزي ماريا كاليخون لم يخطئ أمام المرمى وأطلق سهما أشهر تستحق أيها المبدع كل هذه الروعة كل هذا الجمال من المزيكا الريكي من المزيكا ريكاردو دو سونتوس كاكا والله مبدع ريكاردو إيزيكسون دو سونتوس اليتي كاكا بهدفين هذه المرة بعد خطأ من الدفاع والله أكاد أبكي والله أكاد أن أذرف الدموع حزنا عليك يا كاكا ليست هكذا الأيام الكل أصبح يقول والكل أصبح يدون والكل أصبح يتحدث عنك وأنت النجم المهذب المؤدب الخلوق الرائع الأرستقراطي الأنيق اليافع الذي يمثل كل شيء في كرة القدم كاكا كيتو اليوم مبدع كاكا كيتو يدون اسمه من ذهب بتمريرتين بهدفين إنه الساحر القادم من مدينة الله يا كاكا الله يا موسيكا لن أتحدث عن مسجل الهدف بقدر ما سأتحدث عن تلك اللمسات الرائعة تذكرنا بأيامك مع الميلان تعود بنا إلى التاريخ يا موسيكا يا كاكا يا ساحر الفاريتو موراتا هو اللاعب رقم 15 في تاريخ هذه البطولة الذي يتمكن من تسجيل هدفين في مباراة واحدة قبله كان كريم بنزيما شوف الرائع ماذا فعل شوف الساحر ماذا صنع شوف المبدع ماذا قدم كاكا إلى الفاريتو موراتا الذي أخذ كل وقته وسجل اليوم ستكتب الصحافة اليوم يومك يا مورينيو ستكتب عنك وستدون عنك كثيرا من شك إلى كاكا ليكون أول لاعب في تاريخ هذه البطولة الودية يسجل الهاتريك يسجل 3 أهداف هنا ركلة جزاء لا غبار عليها انطلق كاليخون تدخل من الحارس على قدمي كون تدخل التاريخ كاكا الموسيكا كاكا 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 كاكيتو كاكا كيتو يتمكن من دخول التاريخ من أبوابه العريضة كاكا كيتو ريكاردو دو سانتوس كاكا ريكي 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 يفعلها ويسجل الهاتريك في الأول ليكون أول لاعب يسجل الهاتريك في تاريخ هذه البطولة ليبصم على أثقل نتيجة يفوز بها ريال مدريد في تاريخ هذه البطولة 6 أهداف نصفها لكاكا ونصفها الباقي كريم 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 هدف 7 كاليخون
لك ولا قوة أيها المدرب توريس، لا تملك لا بدا ولا هربا من 7 أهداف كاملة دونها كاكا المزيكا بثلاثة، كاليخون ماريا خوزي بهدفين وقبله مراد أرقام عديدة. وكريم بنزيما، كريم 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 كريميتو كريميتو، الاستقبال بالصدر والتج 8 أهداف كاملة. شوف السحر من لوكا مودريتش بكرة على الصدر ذات الأصول الجزائرية، صدر كريمو كريمو كريمو، يستقبل بالصدر ويسدد باليمينية. هي القدم الساحرة الفرنسية كريم.